قالت وسائل إعلام يمنية مقربة من جماعة الحوثي إن 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال قتلوا، وأصيب عدد آخر بجروح بليغة من جراء غارة جوية للتحالف السعودي الإماراتي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وهذه هي المرة الثانية في غضون أقل من أسبوع التي يقتل فيها مدنيون بينهم أطفال بفعل قصف التحالف. من جانب آخر، أكد المركز الإعلامي لجبهة محافظة الضالع جنوبي اليمن سيطرة القوات الحكومية على مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرة الحوثيين، وقال المركز إن المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين متواصلة في المحافظة. معنا من صنعاء مباشرة مراسلنا خليل القاهري. أهلا بك خليل. إذن ارتفاع أعداد القتلى جراء الاستهداف الذي حصل من قبل التحالف السعودي الإماراتي إلى 25 قتيلا، هل من مستجدات إضافية حول هذا الخبر؟ وإذا ما كان هناك أي جديد على صعيد المعارك؟ بل وهناك يعني وسام معلومات تفيد بأن العدد قد ارتفع إلى حوالي 30 قتيلا خلال الساعات الماضية، بالنظر إلى أن بعض الجرحى كانت حالاتهم خطيرة للغاية، وبالتالي اقترب العدد من 30 قتيلا بينهم نساء وأطفال جرى هذه الغارة التي طبعا وقعت في قرية المساعفة شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف الواقعة إلى الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة العربية السعودية. الغارات طبعا يعني وقعت ضمن سلسلة غارات استهدفت خلال ساعات اليوم الماضية إلى مواقع عدة، أو استهدفت مواقع عدة في محافظة الجوف ومنها الحزم تحديدا مركز المحافظة، وكذلك مواقع في محافظة مأرب وتحديدا في صرواح ومجزر ومدغل ومواقع أخرى في محافظة صعدة شمالية البلاد. ولكن اللافت أن هذه الغارات التي وقعت في منطقة الحزم أو في مركز محافظة الجوف مدينة الحزم وتحديدا قرية المساعفة الواقعة بالقرب، وفقا لبعض المعلومات الواقعة بالقرب من معسكر اللبنات، الغارات استهدفت هذه القرية بشكل عنيف، وهو ما أسفر عن هذا العدد من القتلى والجرحى في محافظة الجوف بعد 3 أيام فقط من مقتل أيضا حوالي 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال في مديرية وشحة التابعة لمحافظة حجة. والتحالف طبعا اعترف بما فيما يخص غارات محافظة حجة وقال إنه أحالها للتحقيق ليعلن النتائج بعد ذلك، لكن بخصوص ما وقع اليوم في محافظة الجوف ليس هناك حتى هذه اللحظة أي موقف من طرف التحالف السعودي الإماراتي. كل هذا طبعا بالتزامن فقط مع عودة المواجهات بشكل متقطع في محافظتي مأرب والبيضاء. شكرا جزيلا لك خليل القاهري مراسلنا، كنت معنا مباشرة من صنعاء.